حلقة مهمة والنساء والبنات كيعانيوا منها بزاف من قلة النوم والسهر. غادي نعطيكم ثلاث حلول. اول حاجة غادي ناخذ زيت اللوز او زيت الارغان او غادي ناخذ الفيتامين او. هادو غادي ثلاث حاجات غادي نخلطوهم مع بعضياتهم، كل حاجة ناخذ منها شوية شوية وغادي ندهنوها بالليل اثناء النوم. غادي نحطوها على عينينا بشكل دائري مساج يعني تحت العين والنسو. ثالث حاجة غادي ناخذ بطاطا وغادي نحكوها وغادي نزيدو عليها قطره الفيتامين او وغادي نزيدو عليها حليب مجفف وغادي نحطوها هنا حوالين العين. ثالث حاجه غادي ناخذ طماطم معروفه فوائد ديالها، غادي نقطعوها قطع صغيره ونحطوها تحت العين. وكنحماق عليكم، نتمنى تكونوا استفدتم.